أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب اكتساب اللغة. في هذا الفيديو يا عزيزي الطالب سوف نتناول موضوعات الأسبوع العاشر، فأهلا وسهلا بكم أحبائي الطلبة. في هذا الأسبوع يا عزيزي الطالب سوف نقوم بقراءة درس بالمخيم، قراءة جهرية معبرة، وسوف تميز عزيزي الطالب بين أسلوبي الطلب الأمر والنهي. سوف نتناول عزيزي الطالب في هذا الأسبوع أسلوب الطلب الأمر والنهي. أسلوب النهي كأن نقول لا تكتب على الحائط، لا تعبر الطريق بمفردك، لا تكذب على والديك. أما أسلوب الأمر كأن نقول اكتب الدرس، اشرب اللبن، العب في الحديقة. بعد مناقشة أسلوب النهي وأسلوب الأمر سوف نقوم عزيزي الطالب بتدوين ما تم مناقشته على الدفتر، ثم الإجابة عن الأنشطة الواردة في كتيب من الألف إلى الياء، وأيضا كتيب التطبيقات رقم 1. بعد ذلك عزيزي الطالب سوف نقوم بقراءة نص بعنوان في المخيم، قراءة جهرية معبرة. كلنا للوطن، كلنا للوطن، يعيش، يعيش الوطن، يعيش. صيحة انطلقت 3 مرات من حرش الصنوبر، فهب فريد من النوم ووقف على الشرفة المواجهة للحرش يتفرج على الكشافة الذين جاءوا من المدينة أمس لتمضية شهر في أحضان الطبيعة، يمارسون الحياة الكشفية التي يحبونها. كان أول ما فعله الكشافة صباح اليوم التالي لوصولهم أن رفعوا العلم وحيوه بهذه الصيحة النشيطة، ثم تفرقوا لأداء أعمالهم الصباحية. كان قائد المخيم قد وزع المسؤوليات على عرفاء الطلائع، كل عريف مسؤول عن طليعته. توجهت طليعة إلى المطبخ لسلق البيض وغلي الحليب والشاي للفطور، ومضت طليعة ثانية لجمع الأوساخ والأوراق عن الأرض وضعها في كيس كبير، فيما قامت طليعة ثالثة بجولة تفتيشية حول المخيم وبين أقسامه للتأكد من ترتيبها ونظافتها. ذهب فريق إلى العين لجلب ماء الشرب، فيما ذهب فريق آخر إلى الفرن لإحضار الخبز الطازج. الله الله، ما أجمل هذا المشهد، صاح فريد، فهو طالما حلم بأن يصير كشافا نظاميا ويعيش الحياة الكشفية الممتعة كما يعيش صبيان هذا المخيم ومعظمهم في مثل عمره. والبرهان على حبه للكشافة طلبه من أبيه كهدية لعيده 12 بدلة كشفية كاملة وكيس النوم للمخيم. وطبعا لم ينسى فريد الصافرة يعلقها في عنقه، والمطرة يشدها إلى حزامه ليشرب منها أثناء مشاويرهم الطويلة على الأقدام. بعد ذلك سوف نقوم عزيز الطالب بالإجابة عن الأسئلة التابعة لهذا النص، كسؤال أين يقيم فريد، ومن أين أتى الكشافة، وما أول عمل يقوم به الكشافة كل صباح. إذن عزيزي الطالب بعد قراءة هذا النص سوف نجيب عن الأسئلة التابعة لهذا النص والتي تظهر أمامك. سوف نجيب على أسئلة في المعجم والدلالة، وأيضا دلالة الأفراد والجمل الواردة في هذا النص. سوف تقوم عزيزي الطالب بتدوين هذه الإجابات على كتاب من الألف إلى الياء. أيضا عزيزي الطالب في هذا الأسبوع سوف تقوم بكتابة فقرة تمليها عليك المعلمة، لذلك كن مستعدا دائما وقم بمراجعة ما تم إعطاءه سابقا من القواعد الإملائية كالألف الممدودة والمقصورة وكتابة الألف بعد واو الجماعة، وأيضا القواعد الإملائية التي تم التطرق إليها سابقا حتى لا تقع عزيز الطالب في الأخطاء. كما ستقوم عزيز الطالب بقراءة النص قراءة جهرية، لذلك عليك مراعاة معايير القراءة الجهرية. إلى هنا عزيز الطالب أكون قد انتهيت، شاكرة لكم حسن استماعكم أحبائي الطلبة.